السلام عليكم. برنامج الرينو فيه بعض الادوات اللي بتساعدني ان انا اعمل اناليسيز. لو بتظهر عندك الاناليسيز هتيجي تقول له شو تول بار وهتختار اناليسيز من هنا، تمام؟ هيبدا يظهر لك الاناليسيز. ممكن تقول له هنا انا عايز اشوف الاوبجكت دايركشن، الاتجاهات بتاعه العناصر الموجوده، وتختار كيرف مثلا او سيرفيس يبدا يجيب لك الاتجاهات. يعني هيت خلينا نختار السيرفيس كله، فيبدا يجيب لك الاتجاهات بتاعه العناصر بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز مثلا اعرف الاكس والواي والزد بتاعت اي نقطه، تختار اي نقطه يجيب لك الاكس والواي والزد، تمام؟ خلي بالك من الارقام ديت، لو انت خدت نقطه ثانيه تحت كده قريبه من الاكس والواي والزد هتلاقي الارقام مختلفه كتير جدا. هنا تقدر تقول له انا عايز اقيس مثلا من هنا لهنا، تمام؟ فيجيب لك المسافه 44، تقدر مش 44، الانجل لو انت عندك اي دراعين تقدر تشوف الزاويه بينهم قد ايه، تمام؟ ممكن تقول مثلا انا عايز اشوف الديامتر بتاع مثلا شكل دوت، يبدا يجيب لك الديامتر بتاعه قد ايه. تقدر تقول له انا عايز مثلا الراديوس بتاع الشكل الدائري، يبدا يجيب لك الراديوس. عايز اشوف مثلا الاناليسيس لحاجه شو اتش لحاجه معينه، يبدا يجيب لك الاتش بتاعتها زي كده، تمام؟ تقول اتش. ممكن تقول له انا عايز اشوف تعكس الاتجاهات، ممكن اشوف مثلا العناصر السيئه، هي مس سيلكت العناصر باد اليمنت، تشيك اوبجكت ده يفحص العناصر يبدا يقول لك اذا كان في مشكله او العناصر سليمه.